الرسمي لتشيكوسلوفاكيا في العام 93 تشكلت جمهورية تشيك. بطولة أوروبا العام 96 في إنجلترا كانت الدورة الكبيرة الأولى لها كدولة مستقلة. مع زيادة عدد المنتخبات إلى 16 وجد التشيكيون أنفسهم في الامتحان الأصعب في مجموعة الموت إلى جانب ألمانيا وروسيا وإيطاليا. من جهة كنا متحمسين لمواجهتنا خصوما كبارا، لكن من جهة أخرى عرفنا أننا في مجموعة الموت، لذا لم يتوقع أحد شيئا منا. عرفنا أننا سنلعب في أنفيلد وأولد ترافورد وهذا ما أفرحنا، لكننا لم نكن نعتقد أن لدينا فرصة كبيرة. في مباراتهم الأولى خسر التشيكيون أمام ألمانيا بهدفين نظيفين، ثم